نكمل معكم لقاءاتنا، لقاء ما قبل الأخير بيجمعنا بزميلتنا جوي داغر فاشن كونسلتنت، حتى نحكي مع اليوم عن جينز تحديدا للستات للصبايا وما بعرف إذا كمان للشباب. جوي صباح الخير. صباح الخير إليك، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك. هيدي أول مرة أنا بتعرف عليك شخصيا من خلال الشاشة، إن شاء الله بتتحسن الأحوال وبنشوف بعضنا لايف أكتر. إن شاء الله. جوي، لما بنحكي عن يمكن البعض يستغرب، لأن سمعت أحدهم قال لي اليوم بدها تحكينا عن الجينز ونحن فايتين على 10 أيام يعني لوك داون، أخو أخته ممنوع حدا يتنفس. أنا أجا على بالي أنه بالجولة الأولى من الكورونا كتار من الضيوف كانوا يقولوا لنا، هلا بتصور انت رح تقولي نفس الفكره كمان، انه ما تقعدوا كل نهار بالبيجاما، عيشوا نهاركم كانه نهار طبيعي، البسوا غيروا كل يوم تياب تكسروا هيدا الروتين تيكون عندكم نفس طويل وتقدروا تضينوا بهيدا الحجر. فتفضلي شو بدك تخبرينا عن الجينز يا ست جوي؟ انا هذه الفكره اللي عم تقولها لي عن قصه انه قوموا البسوا ثيابكم وتنشطوا، قلتها نهار بحلقه قبل نيو يير، قلت لهم انه بليز قوموا لو قاعدين بالبيت، لانه ثلاث ارباعنا صرنا بالبيت بتصور، قوموا البسوا. انا واحد منهم، ما انا لاني سمعتك عم برجع ذكرك فيها، انه حسوا انه هذا الليله از ديفرنت عن غير الليالي. سو كمان ذات الشيء هلا باللوك داون ما تضلكم متنبلين، رح اقولها لانه لازم نضل اكتر، بدنا نكسر هيدا الروتين تنقدر نضاين. صح، وجربوا اعملوا اكتيفيتي، جربوا قوموا تنشطوا البسوا ضبطوا حالكم لو قاعدين بالبيت، لانه طبعا مود معي، لانه ديجا نحن مش مرتاحين نفسيا، خلينا شوي نحن نجرب هاي المود لحالنا. نعم، اليوم جوي حلقتك موجهه للجنس اللطيف تحديدا مع الجينزات. ايه اوكي، يلا هات لنشوف. بس لكم، بس اليوم رح نحكي عن جينزات للبنات للنسوان. رح اعطي فكره عن different types of jeans ولمين بيلبقوا وكيف نشتريهم ونعرف شو نشتري ونعرف كيف ننقيهم. نعم. سو احكي عن جينز، كلنا نعرف شو يعني جينز، وكلنا اكيد عنا 1 او 2 بخزانتنا، وجينز بينلبس حتى على الشغل، بينلبس على الشوبينج، على ديلي يوزز، على ديلي يوز كل يوم فينا نلبس الجينز. بس كمان مش كل الجينز بيلبق يعني في عنا جينز مخصصة لمناسبة معينة. مزبوط، سو ما فينا نلبس جينز مخزق ورح فيه على الشغل او على مناسبة شوي رسمية إذا بدك. دونك بدي كمان أقول لهم تو تيبس قبل ما نبلش نحكي عن الجينز. بدي أقول لهم إنه أول شيء بس روحوا تشتروا جينز، أنا ما في أشتري جينز بلا ما أقيسه، جينز لازم ينقاس، لأنه مشكلة جينزاتي وأنتم رح تعرفوا هلا بس أحكي، مشكلة جينزاتي بالخزانة هن ذات السايز، أوكي؟ سو ما في أنا لأنه بلبس 36 روح أحمل 36 لأنه عجبني وأشتريه بلا ما أقيسه، بدي أقيسه، لأن في جينزات فيهم إلاستيك، في جينزات بيجوا ستريت كات، ما فيهم يكونوا ذات السايز. وثاني تيب هي شوي بتضحك، رح فرجيك إياها إلي. ثاني تيب هلا ما انا كثير اكيوريت بس بتفيدكم كثير، هيدا الجينز انا اذا لفيته على رقبتي وسكر من ورا، انا هلا في شعراتي هون، اوكي هلا سكر الجينز من ورا، يعني هيدا الجينز رح يزبط علي. بتضحك وبس اكيوريت شوي، سو جربوها اكثر من انه نحط كوعنا بكمر الجينز. كمان فينا نعمل أيها دقيقة أكثر الرقبة؟ على الرقبة صراحة. أها برافو. لا مش غلط مش غلط. بس ستيل بدنا نقيسه لأنه قلت لك منا كثير أكيوريت، بس فاني تيب بس بتزبط. دونك جربوه على رقبتكم إذا بس كان ناخده معنا على البستير ومنقيسه وتأكدوا رح يزبط. نعم. اللي خلينا نبلش هلا فرجيكم different types للجينز اللي بيجوا different colors. في جينزات بيجوا حتى ملونين، عندنا بنشوف بينك بنشوف يلو بنشوف الوان، انا اليوم رح فرجيكم بلاك جراي وبلو، بس تاكدوا انه الجينز فيه كذا لون. نعم. جوي وين عاده يعني نحن
من كم سنه لورا، هلا تغيرت الموضه، كان دائما الجينزات الغامقه الكحلي رمادي والاسود للشتاء، بالصيف بنروح على جينز اللي كنا نقوله ديلافي او ابيض. هلا بعدها هيك ولا خلص كل الالوان بتدرج بكل الفصول؟ ليك إلين بعد لا ايه ولا يعني فينا نلبس، نلبس جينز فاتح بالشتاء بس ما نعرف كيف نكسره، ما فينا البس جينز ابيض بالشتاء والبس عرفت ما في اطلع سنو وايت، مع انه كثير نلبس من فوق لتحت وايت، فينا نطلع بهيك لوك لانه كثير دارج كمان، بس بدنا نعرف نكسر. يعني انا اذا لبست جينز فاتح من تحت ما في البس له شيء فاتح من فوق بالشتويه، بفضل البس بليزر معه سوداء مع توب سوداء، هيك بكون كسرت هيدا الشيء. نعم، يلا خلينا نبلش نشوف الجينزات حتى نستفيد من وقتنا معك جوي داغر. صح، خلينا نبلش باول جينز اللي هو سكيني اللي هو موست بوبيلر جينز اللي هو مين اللي بينبق مع كل الاجسام، حتى الاوفر البلس سايز هذا اكثر جينز بينسبون. سو هذا هو سكيني جينز، اذا عم نشوف الي عم تقدروا تشوفوا معي. ايه واضح. اوكي، هذا سكيني جينز. سكيني جينز بيجي ضيق على الجسم ويوجوالي بيكون بيجي بماتيريال شوي الاستيك، اذا عم تقدروا تشوفوا معي. اوكي، سو بيجي من فوق لتحت ضيق. هلا هيدا الجينز اللي نقيته فيه هون خزق اذا شفت على الاجرين، سو هيدا بنسميه فيه خزق. اوكي، سو ديستراكتد جينز اند سكيني جينز. سو هيدا في البسه مثلا رايحه على شيء شوي على شغله، حتى هيدا في اشغال ما بتخلينا نلبس شيء مخزق. دونك القصص نبعد عنها بالقصه، يعني نتركها لظهراتنا للقصص الفان اللي رايحين مع اصحابنا نقدر نلبسهم. يعني ستيل كافيه بيكنيك قصص من هالنوع بيمشي الحال، بيجي بوقته على شغله، لانه ابدا ما بيناسب شغله. سو هيدا مثل ما شفنا سكيني جينز، يوجوالي سكيني جينز بيجوا كلهم فيهم الاستيسيتي، ومثل ما قلت لك اللي بيلبقوا مع كل الاجسام. نعم. بعده السليم فيت سيد الموقف ولا لا؟ عم نرجع نشوف الباد اللي فاهم مثل قبل. بلا لا بالعكس، هلا هالسنه ما كثير دارج، ليك سكيني رح يضل دارج، بس هالسنه عم نشوف اكثر القصص الواسعه بعيدة عن جسمنا ريلاكس، حتى الموضه مشيت مع الكورونا ضلنا مريحتنا. سو هيدا سكيني جينز مثل ما عم نشوف كمان فيه الاستيسيتي. نعم. كيف عم بحكي انه الجينزات بيجوا بثلاثه، ما قلناها هيدي، انه الجينز بيجي بثلاثه علوات رايز بنسميهم. اوكي؟ سو انا عندي رايز اللي بيجي اذا بدك نقول تايباس، دونك هيدا بيكون واطي اوطى من خصري، عندنا الميد رايز اللي بيجي تقريبا قبل الذكرى بشوي بالنص، وعندنا الهاي ويست اللي بيجي فوق ذكرتي. نعم. كثير مهم نعرف شو نقي، لانه انا اذا نقيت لو رايز وانا بير شيك، يعني انا عندي الارداف كبار، ما في نقي انا لو رايز واردافي يطلعوا برات الجينز، بيطلعوا فوق القمر لان صح. سو كثير مهم اعرف انا اي علود جينز بدي اشتري، ما في يكون مثل ما قلت لك بير شيك وجيب جينز لو رايز، يعني تحت اوطى شيء اللي هو التايب. نعم. يمكن بيروحوا اكثر على الخصر العالي والواسع مثل ما قلت لي هلا جاي فلو شوي. صح، على الهاي واي بيروح اكثر على الهاي واي، بس يكون اكثر شيء لو رايز، هن العالم اللي اذا بدك ريكتانجلر شيك اللي بيجوا ريكتانجلر هن فيهم يلبسوا لو رايز، لانه بيبين لهم جسمهم احلى، والعالم اللي طوال اجريهم فينهم يلبسوا لو رايز. الهاي واي احسن نروح على العالم اللي عندها خصره واسع او ارداف كبار، وحتى الخصر العالي هو بيعملنا شيب اكثر لخصرنا. دونك عشان هيك قلت لك الهاي واي بيلبق كثير للعالم الابل شيب اللي اكثر شيء من هون مليانين. نعم. شو بعد عندنا شوا من الجينزات لنشوفه معك جوي؟ سكيني، هيدا كمان سكيني، بس انا قلت لك هالسنه ما كثير دارج سكيني، هيدا سكيني بس اسمه جاجينج، يعني مثل اللاجينج بس على جينز. اوكي. كثير هيك قد شو هو؟ كثير
يعني لدرجة انه منسميه مثل اللاجينج منسميه جاجينج. نعم. اوكي سو بعدنا هون بالسكيني. ثاني تايب معنا هو هو الستريت كات. ستريت كات هو كان بالايتيز وبعده دارج وراح يضل دارج. هيدا هو ستريت كات. هو كلاسيك ما هيك؟ من هيك ما بيبطل موضته. هيدا ستريت كات كلاسيك وما بيبطل مثل ما قلت قليل. بس هون يعني اذا دوموزيل او سيده لبست هيدا الستيل هيدا الكات تعتبر انه منا على الموضه؟ طبعا اذا كانت لبسته على مناسبه مثل ما قلتي حضرتك. هلا دارج نرجع يعني كل شيء 80s 90s عم بيرجع يدرج هلا دونك هيدا اتس كلاسيك كات دونك ما رح لا منا لابسه مش على الموضه رح تضل على الموضه. اوكي طال مثل ما قلت الي دونك هذا الكات رح يضل دارج. نعم. دونك هذا الكات مثل ما عم نشوف هو بيجي ستريت من فوق داي يعني على قد الجسم من فوق وبينزل فرد بلوك. السكيني على باركونت ملزق من فوق لتحت ملزق علي هون لا هون بيوسع من تحت. نعم. اوكي حتى الشباب عم بيروحوا على السليم فيت. صح بس كمان شباب بليز ما ضروري نلبس ليجينج لانه ما له حلو للشاب انه نكون من فوق لتحت لابسين. خلينا نروح اكثر على ستريت. نعم. على في يجي سليم من فوق بس ما كثير يفصلنا جسمنا. نعم. هيدا عم نرجع نشوف ستريت كات من تحت ديستراكتد دائما فينا بالجينز يكون في في شيء يعني اذا ما يعني قصه التغذية بعدها عم شوفها بكل جينز مرقت عليه جوي. ايه يعني هيدا اللي قطعنا فيه قبل شوي اللي ما فيه تخزيق يعني انت عم تقول لي انه لما تكون السيده مش مزبوط. على الموضة. مع انه هو على الموضه بس اذا بدها ما تكون كثير كلاسيك هيدا زيت الكات عم نحكي بعدنا بالستريت كات بس نعم. بس قطع معنا تخزيق من تحت وانا نعم. كسرت شوي الكلاسيك ظهرت شوي من الكلاسيك. طيب جوي لما بنكون يعني لما بتكون السيده او دوموزيل لابسه هيك نوع جينز واسع من فوق بيكون هيك يعني ستريتش بادي عليا ولا لا لازم تلبس كمان فضفاض يكون في تناسق بالمقاييس بين كتافها اذا كانت طويله قصيره؟ قصدك التوب اللي لبستها؟ ايه توب صح بس نكون لابسين ستريت كات فينا نحط شيء تحت الجينز بيعطي حلو بس وقت تكون لابسه كثير سكيني ما البس انا كمان سكيني من فوق هيك بكون مبين يعني فرد بلوك مثل اللي لابس اوفرول ملزق عليه خليني البس شيء شوي اوسع من فوق مثل ما انا لابسه مثلا ولابسه لاجينج معه من تحت سكيني لانه هو مثل اللاجينج سو اكسره شوي يعني دائما لازم نكسر بالثياب اللي لابسينها، إذا لبسة من تحت كثير ضيق ما البس كمان فوق ضيق. ذات الشيء إذا لبسة من تحت جينز واسع بعيد عن جسمي في البس من فوق بادي يكون على قد جسمي. طيب جوي بعد معنا 3 دقائق، قد ايه فيك تفرجينا كم قصة جينز أو ألوان؟ ما شفنا بعد ولا جينز أسود أو أسود أو رمادي مرق معك. مثلا عم نحكي هون عن وكله مخزق هيدا البوي فريند هو بيمشي مع الكوفيد مثل ما عم نقول ريلاكس جينز بيجي واسع عن جسمي واسع كله من فوق لتحت حتى بس بتعرفي جوي بس شوف صبيه لابسه هالقد جينز مخزق بصير فكر كيف عم تلبسه ما بتطلع اجره من الخزق مثلا وبتصير بتعذب كثير ايه عن جد ثقيله كثير ثقيله خصوصي انه بس ينخزق زياده وكل انسان ما لازم تنخزق خاصة إذا كانت مستعجلة لأن بتضلكم مستعجلين ما شاء الله عليكم تاخذوا كل الوقت وما بتلحقوا هون عم نحكي عن بوت كات البوت كات كان دارج بالايتيز يلي بيلبس مع بوت كاوبوي بوت انكل بوت بيجي ضيق كثير مثل السليم وبالاخر بيوسع شوي نعم اوكي رح اقفل شوي عم نحكي هون فلير كمان عم يشبه شوي البوت كات بس اوسع شوي السطحه تبعه اذا عم تقدر تشوف ايدي معي هون كمان كسرنا شوي لانه مخزق من تحت مثل البوت كات بس بيجي الفلير شوي اوسع يعني فيه فتحه من تحت اوسع نفذة نعم ننتقل على الوايد ليج اللي هو كثير هلا دارج هو هالشيء اوكي اوكي هيدا جينز بيجي واسع من فوق لتحت يوجوالي ما بيجي ستريتشي ما بتجي
ما فيه إلاستيك، دونك هيدا أكيد رح يكون أوسع من الجينز اللي منجيبه سكيني. ما أقعدوا من السايز لأنه ما خص كيف شو جاي بالتكستير تبعه للجينز. فهو هيدا ما عم تشوف إليه واسع من فوق لتحت ومنه إلاستيك. هيدا دايما بيجي هاي ويست عالي عن الخصر فوق الذكرى تبعي وبينزل هو مفتوح. نعم. هون كثير دارجين هالسنة. قطعة أخيرة جوي لأن انتهى وقتنا. اوكي بدي احكيك عن هيدا الجينز قبل ما ننهي. هيدا سلوشي جينز، هيدا كمان مثل ما قلت لك بيجي قصص واسعة. سلوشي جينز بيجي إلاستيك على الخصر إذا بتقدر تشوفه. واضح واضح ومعه السنتور الأبيض رفيع. أو سانتشير. هيدا كمان بدي انصح المدامات البريجننت، هيدا كثير بفيدهم لانه فيهم يلبسوه على كذا شهر ويضلوا يستفيدوا منه لانه رح ياخذ ويعطي هرمون. وهيدا كثير كمان دارج هالسنه. نعم. In different colors, different materials. نعم. جوي انت تحديدا كجوي داغر فاشن كونسلتنت لاي ستايل بتروح من الجينزات بحياتك؟ إذا هلا عم تسألني بروح على القصص ريلاكس، يعني مثل ما عم نحكي سلو واسع اللي بعيد عن جسمي. وستيل أنا ما ببعد عن ستريت كات لأنه ستريت كات ما مثل ما قلت أنت ما بيبطلوا أكثر، ما تروح موديتون بيلبق. نعم. على كل المناسبات في يلبسه مع شو ما كان وبيريح، يعني الستريت كات هو شيء بيريح. نعم. منه مزعج مثل لانه السكيني شوي مزعج لانه بيلبكني ضيق على جسمي. الستريت كات بيريح وبيلبق. نعم. على كل شيء اذا لبسته شوي كلاسيك ما فيه تخزيق. جوي بدنا نقول لك ميرسي على هالاطلال اليوم، بتمنى يعني الستات يكونوا اخذوا فكره عن جينزات. مثل ما قلنا يعني كل الالوان كمان موجود بالسوق، الوان جينزات ملونه جوي، الوان وايت بينك، درج كمان البينك بس اكيد. نعم. في عندنا الكاكي كثير دارج على جينز نلبسه. جينز عم نحكي تكستير تكون الجينز طبعا بس على الوان، يعني. نعم. عم نحكي اسود، عم نحكي جراي، هول الوان كمان عم في منهم الوان برات هول باليت، عم نحكي قلت لك بينك، عم نحكي كاكي. نعم. شكرا لك جوي داغر، منشوفك الجمعة الجاية والحلقة اللي بتعمليها للشباب كون أنا موجود حتى كمان هيك نستفيد من خبرتك وبعدك، إنه بكرة رح ألبس القطعة لأول مرة بتحمل توقيعك. جوي داغر فاشن كونسلتنت. مشاهدينا نحن رح نروح إلى موجز أخبار الساعة 11 مع زميلي باميلا وآخر المستجدات على جميع الأصعدة، ومن بعدها فاصل إعلاني وبستقبل ضيفتي بلقائنا الأخير. خليكم برفقتنا، تفضلي.